لن تصدق كيفية إنشاء مترو الأنفاق. تعمل هذه الماكينات العملاقة في عالم حيث لا يوجد ضوء الشمس من أجل إنشاء أنفاق ضخمة تحت الأرض عبر الصخور والمحيط الصلب، والنتيجة أعمال مبهرة ومعقدة لا يمكن تنفيذها بيد الإنسان فقط بدون مساعدة التكنولوجيا. تعرف بماكينة حفر الأنفاق، وتبدأ رحلتها في الأعماق بالعمل على حفرة تصل إلى مستوى النفق في المستقبل، وبعد ذلك يتم إنزال الماكينة على أجزاء إلى الأسفل من أجل تركيبها، وبمجرد أن يتم الانتهاء من ذلك يتم توجيه الماكينة نحو الجدار لفتح ثقب يتم من خلاله إدخالها في الأرض. أما عن أداتها الرئيسية في العمل فهي قرص دوار قوي مغطى بأسنان تتحرك أيضاً بشكل دائري لإحداث ضغط في الأرض الموجودة في مواجهتها باستخدام نظام هيدروليكي قوي لتفكيك أي مادة قد تعترض طريقها. ومع تقدم ماكينة حفر الأنفاق يسقط كل التراب وبقايا الصخور التي يتم حفرها بين الثقوب الموجودة في القرص، من حيث تمر على الحزام الناقل الذي يمررها عبر الماكينة بطولها، ومن ثم تترك هذه البقايا في النهاية في مكان ما حيث يمكن إزالتها بواسطة مركبات أخرى. أما أحد الجوانب الأكثر إثارة للإعجاب بشأن هذه الماكينة الميكانيكية القوية أن عملها لا يقتصر فقط على إحداث ثقب بسيط تحت الأرض، وإنما تقوم في الوقت نفسه بتقوية الثقب بالخرسانة لمنع النفق من الانهيار تحت هذه الأطنان من التراب الموجودة عليه. ومع تركيبها بالانحناء الأمثل لحجم النفق وتصميمها لتكون مناسبة بدقة بالغة، يتم وضع اللوحات الخرسانية التي تغطي الهيكل في موقعها باستخدام ذراع ميكانيكية تدور بشكل دقيق لتضع كل قطعة في مكانها. بمجرد الانتهاء من حلقة جديدة من النفق، تقوم الماكينة بتثبيت عدد من الاسطوانات الهيدروليكية على حافة الحلقة، وتستخدمها كنقطة ارتكاز للمضي قدما من خلال الضغط مرة أخرى باستخدام القرص الدوار ضد الأرض لمواصلة فتح طريق بين الأعماق الهائلة. وهكذا خطوة بعد خطوة تجول هذه الماكينات العملاقة العالم تحت الأرض ببطء، حتى أن الأمر أحيانا يستغرق سنوات كما كان الحال في بيرثا العملاقة، والتي على الرغم من قرصها المذهل البالغ قطره 17 متر إلا أن الأمر قد استغرق 3 سنوات من خلال قطع مسافة 2800 متر بعد سلسلة طويلة من التأخير والأعطال الميكانيكية. مثل بداية النفق في النهاية أيضا يجب العمل على حفره، لذلك فإن تدمير الجدار الصخري الأخير هو الحدث الحقيقي، حيث تعود الماكينة أخيرا وبعد الكثير من العمل إلى رؤية النور بعد أيام في أعماق الأرض. وبعد أن ينتهي العمل الشاق يتم تفكيك الماكينة القوية مرة أخرى إلى أجزاء، ثم يتم إخراجها باستخدام الرافعات من حفرة الخروج مثل ما تم في البداية. بمجرد إخراج الماكينة يتم أخيراً الوقت لبدء العمل من أجل تزويد هذا الكيان بكل الأنظمة التي تحول هذه الأنفاق إلى أعمال معقدة وضرورية للغاية لوجود العالم المعاصر. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. إذا أعجبك المقطع قم بالضغط على زر أعجبني والاشتراك معنا في القناة. نلقاكم في فيديو جديد من قناة متع ذهنك. شكراً على المشاهدة وإلى اللقاء.